انطلقت فعاليات اللقاء الأول الذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي لبحث تكلفة الإرهاب في مصر، وذلك بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. تضمن مشروع تكلفة الإرهاب 4 محاور رئيسة، وهي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتمت مناقشة سبل استراتيجيات المواجهة والتصدي لتقوية دعائم الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة. رجال الدين ورجال الفكر هم شركاء أعزاء جدا لوزارة التضامن في هذه المرحلة. احنا بنشتغل على لجنتين من أهم اللجان، أحدهما خاصة بالقيم المصرية، قيم احترام الآخر، التسامح، حتى بنتكلم على قيم المسؤولية والقيم الأساسية للمجتمع المصري. وهناك لجنة أخرى بنعمل فيها على توحيد الرسائل الدينية والمجتمعية. بيشرف المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بأن هو يشارك مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا المشروع البحثي الضخم والكبير والفريد والأول من نوعه الحقيقة، اللي بيتناول قضية تكلفة الإرهاب من الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي على المجتمع المصري وعلى منطقتنا العربية بشكل عام وعلى العالم. أول مرة يكون في بحث بيشارك فيه عدد كبير من الفرق البحثية المتخصصة كلهم في مجاله، اللي بتضم ال4 محاور الخاصة بهذا المشروع البحثي. فرق بحثية تضم مجموعة من أجيال الباحثين، من الأساتذة، من الخبراء، من شباب الباحثين، كافة التخصصات. كثير من عوائد التنمية تم استنزافها في فترة من الفترات عندما كنا نتعرض لهجمات إرهابية في مكافحة الإرهاب، وده أدى إلى أننا معدلات النمو يعني تراجعت لدينا في بعض الأوقات. ولكن بالطبع الآن نحن لابد أن نضع في اعتبارنا ما قامت به الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب. يعني احنا الوقت زي ما بيقولوا ما فيش اي احداث ارهابيه على الاطلاق، لكن ده مش معناه ان ليس هناك جذور للارهاب في المجتمع المصري، ما زال هناك جذور للتطرف والارهاب. والحقيقه البحث ده هدفه ان هو يفهم ما هي جذور التطرف والارهاب في المجتمع المصري بهدف تحسين المجتمع مستقبلا من خلال مجموعه من السياسات والتدخلات التنمويه الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه.